قناة استزادة لتعرف أكثر. كأنها حكاية خارجة من إحدى روايات أغاثا كريستي البوليسية تحت اسم السقوط الكبير أو الأيام الأخيرة لموسوليني. يحكي المؤرخ بيير ميلزا في كتابه أيام موسوليني الأخيرة قصة الأيام الثلاثة الأخيرة في حياة الدكتاتور والزعيم الفاشي بينيتو موسوليني منذ القبض عليه أثناء محاولة هروبه إلى سويسرا وحتى إعدامه قرب بحيرة كومي. في 18 من أبريل 1945 وبينما الحلفاء على وشك دخول بولندا والروس يواصلون زحفهم إلى ألمانيا، غادر موسوليني مقر إقامته وسط اعتراضات حراسه الألمان ليظهر في 25 من الشهر نفسه في ميلانو في محاولة فاشلة لمطالبة أسقف المدينة التوسط بينه وبين قوات الأنصار التي يسيطر عليها الشيوعيون للاتفاق على شروط تسليم سلطة تتضمن إنقاذ رقبته. بعد رفض القيادة الشيوعية التفاوض وإصدار أمر بإعدامه، تابع مع عشيقته كلارا التي تصغر ابنته بعامين رحلة نحو المجهول أسماها معركة الشرف الأخير. وعندما وصل إلى مدينة كومي قرب الحدود السويسرية تبين أمامه حقيقة سقوطه المحتم، إذ لم يقف بجانبه سوى عدد قليل من الأنصار الذين أخذوا بالابتعاد بدورهم حين شاهدوا زعيمهم يهذي. رفضت السلطات السويسرية دخوله البلاد ولم يجد حلا أمامه سوى الاختباء. في مساء نفس اليوم وصلت مجموعة من الجنود الألمان في مهمة لاختراق صفوف الأنصار والوصول إلى النمسا، فقرر موسوليني التخفي في زي أحد الجنود والالتحاق بهم. وبالقرب من مدينة دونغو على بحيرة كومو استوقفت كتيبة من الأنصار الجنود الألمان لتفتيشهم، ليكتشف أحدهم أمر الزعيم الفاشي. نفذ حكم الإعدام بحق موسوليني وكلارا بيتاتشي في قرية على الضفة الغربية لبحيرة كومو من قبل وحدة من رجال المقاومة الشيوعية دون محاكمة، وقبل وصول المخابرات الأمريكية بساعة قليلة. وتشير المصادر التاريخية المتضاربة إلى شخصية مجهولة تدعى الكولونيل فالييرو، هي التي أصدرت الأمر بتنفيذ الإعدام الفوري دون انتظار نقله إلى العاصمة ميلانو ومحاكمته. ويشير ميلزا في كتابه إلى دور رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل في نهاية موسوليني، فقد ذكرت وثائق بريطانية وجود تشرشل متخفيا تحت اسم عسكري قرب بحيرة كومو وأمضى عدة أيام في المدينة حتى ألقي فيها القبض على موسوليني. نقلت جثته وجثة عشيقته إلى روما وعرضتا مع جثث خمسة قياديين فاشيين آخرين
في ساحة عامة أمام محطة لتزويد الوقود بمدينة ميلانو، معلقة من الأرجل، وهي طريقة الإعدام التي كان يشنق بها الخونة في روما القديمة التي حاول موسوليني إعادة أساليبها. جاءت الجماهير لتسبهم وتلعنهم وتبصق عليهم، بل زاد الأمر سوءا وأخذت بإطلاق النار على الجثث وركلها. وبعد انتهاء كل شيء سلمت جثة موسوليني لأهله لتدفن في مدينة التي ولد بها بالتزامن مع انتحار صديقه هتلر.